وعصام قديش عم يصغر بالحارة وقديش الله بيحبنا لأنه ما عاد بدنا هالنسب تبعه. وحضرتك لسه بدك بنته. لك البنات مليانة بالحارة يا مرة. أنا يا رجال أنا بعرف كل شيء. أنا مالي طرطور. هو صحيح في كم بيت ما قبلوا يعطونا بنتهم، بس بقية الحارة بتتمنى الناسبة وبيعطونا بناتهم وببلاش كمان كرمال صيتنا وسمعتنا بكل البلد. بس أنا ما عاد بدي آخذ لأبني من الحارة. أنا حكيت مع أختي وبهالكم يوم بيصير يلي بدنا إياه تمام. بس بدي هذا إبراهيم ينساها بقى، ينساها لهالبنت. تركيه دلل. بدي شوف شو صار فيه. بعدين اختي بعدين. مشان الله رجعي لما تروحوا. مشاني اختي. حتى ابراهيم ما عاد اجانا حبا. كل الابواب تسكرت بوشي. من واجبه انه يحمي الحارة ويحافظ على عرضها، بس مو يعني اني انا وافق وارجع اخطب له بنته لابني. هي امية من بالك الله يرضى عليكي. قومي اطفي الضوء تعي نامي. قومي. حاضر. اسلم ابراهيم. الله يسلمك عمي عبد الشير. روح على البيت جيب لنا الغداء. امرك يا ابي. لا تطول. لك شو ذنبه ابنك؟ بعدين شو هالذنب والغلط يلي انت عم تحكي فيه وتفكر فيه؟ هات لشوف. شو عم تقول ابو بشير؟ انا جوز ابني لوحده امه مطلقه؟ اي ما فيها شيء. والله عجيب امرك يا ابو ابراهيم. صدقني ما فيها شيء. لسه بيقول لي ما فيها شيء؟ فيها كثير. ويلي صار كبير كثير يا ابو بشير. إيه انا ملاقيها مو حلوه بنوب لا بحقي ولا بحق ابني. بصراحه بمختصر الحديث انا قلت كلمه ما بتراجع عنها منوبها. انا ما بجوزه الا تكون حماته صارت عن جوزها ابو عصام. ولا بقى حدا يفتح لي هالسيره منوب. وين ابو بشير؟ ما شربت كاستا؟ مشروبي. شو يعني زعلان؟ لا بس بصراحة كلامك كله مو عاجبني. لا هيك كل مين حر بحاله بقى. المهم ابو حسني جاي بده يعزل القناية تبع كباس المي تبعي اللي مرة من عندك وبدنا اذنك. ما فهمت. قناية المي اللي بيني وبينك مصطومة وبدنا نعزلها من عندك. ايوه بس بدي اقول يعني انا مشغول بهالكم يوم يلي جايين الله يرضى عليك. شو؟ مهلني كم يوم ابو بشير؟ كم يوم بس؟ كم يوم بدنا نضل بلا مي؟ شو بدي ساوي؟ ما بدي اعجي بيتي بالطين والتراب. جايين لعندي تجار من حلب. اذا بدك رأيي احفر قناية جديدة من بيت البغجاتي وخلص من هالقصة احسن ما بدك. ياني احفر قناية جديدة وقنايتي جاهزة ما بدها غير تعزيل من عندك؟ احسن لبعدين ابو بشير. يعني بدك تقطع المي علي يا ابراهيم؟ لا مو هيك القصة، بس لحتى ما تستنى كتير لأنه أنا ما بعرف إمتى جايين ضيوفي. اليوم بكرة يلي بعده بعد جمعة الله أعلم. والله ما بعرف. دبر حالك يا أخي دبر حالك. ماشي. مع السلامة. شوفي هديك القماشة. أنا وحدة هديك اللي بآخر الرف الفوقاني. إيه بنشوفها؟ بنشوفها. إيه أخي إذا بتريد أرجينا هديك القماشة أو هداك التوب. أنو منو؟ ها؟ لا لا توب المزهر. هذا منباع. يوه شلون منباع؟ لكن ليش عارضه بالمحل؟ ما بعرف ليش عارضه؟ زيادة عدد.
وبعدين هاد القماش مثل هاد القماش. ياه شلون مثله؟ مالك شايف انه هاي القماشه والوانها بتختلف عن هديك القماشه؟ بعدين نحن جايين نتفرج ونشتري. هلا انتو جايين تشتروا؟ لكن شو؟ يو باينتك ما بدك تبيعنا. يلي مثلكم مو جاي ليشتري، جاي يطحنا. يا سبحان الذي خلقك شو ناكوتي. هيك الله خالقني. مشي مشي بنت خالتي، مشي اصلا كثير غلطانين اللي وقفنا عندك. ايه مع السلامة. امشي بنت خالتي، هذا المحل قلتلي لي بيعه ظريف وما في منه، شوفي كيف بيعمل زبوناته. حالي منيحة. الله معكم وريحتوني. شروى المحبوب عالمي يمن لما يجي محبوب صرت يدفن قبقابي وقبقابك عامير كيف العمل يا حبيباتي والعائلة حيجن راحوا وتركوني لحالي والبل عم يهرب من بالي رنت بالدار أهلي سيد إبراهيم سيد إبراهيم سيد إبراهيم رد علي سيد إبراهيم لورا شو بقى مع عمري كان عنده مني مشوار ابي ادي راح معتز عبد الكار ايه راح من شوي يا ابي ما بدك تفطر لا ابي لا ولا الي روح يا بي
تصير وكتر المكبوسات بعد ما تحبوا تطلعوا وياك. يلا يلا يا فندم. الله يعينك، تكفيكم جاهز.